ومعي عبر الهاتف مشاهدينا الدكتور محمود اسماعيل الخبير في العلاقات السياسية والقانونية. سيد اسماعيل اهلا وسهلا بك. مرحبا اهلا وسهلا بكم وبداعتكم الموقعة. بعد ما حدث في ليبيا من انقسام سياسي منذ 4 سنوات، الان هناك طرح لمشروع اخر وهو الملتقى الوطني الجامع. ما الذي يمكن ان يقدمه هذا المؤتمر، خاصه ان المجال قد فتح فيه لكل التيارات الموجوده على الساحه الليبيه؟ قبل ان يقال بانه ما يمكن ان يقدم، لا يعتقد بان الامور واضحه للعيان فيما يتعلق بهذا المؤتمر الذي سمي مؤتمر ووطنيا وجامع. نعتقد ان العبارات فضفاضه، ولكن الى الان ما الذي يراد منه وما هي النتائج المتوخاه؟ الى الان لم تتضح بنوده، ولا من هم الذين سيحضرون وما هي شروطهم ومن يمثلون وكيف سيمثلون. حقيقه الامور لا تزال الغموض سيدها او سيد الموقف، هذه بدايه ونهايه. عندما يتكلمون على أجسام قد أكل الزمان عليها وشرب، وواقع أنها قد انتهت بحكم القانون وانتهت بحكم عدم قدرتها وانتهت بعدم إرادتها للمؤسسات الليبية بشكل فعلي. إذن على الليبيين أن يفكروا فعليا في حلول قابلة للتطبيق. القول بعدم بغير ذلك سيعني ضرورة على أن الأمور ستكون جد سيئة إذا استمرت على هذا المنوال. نتكلم على واقع عملي لأين نحن ذاهبون مع هذه المؤسسات ابتداء من مجلس نواب كان محل خلاف من البداية ما بين مقاطع وموجود، ثم إنه انتهت مدته بحكم من تخيبت إليه ولم يؤدي هذه الأمانة التي انتخبها الليبيون لأجله. وأيضا ما يتعلق بمجلس الدولة، وكذلك عندما نتكلم على الصراع الدائر في مجلس الوطني بالحكومة، نقال بأنها مباشرة أو سميت بأنها حكومة إجماع أو حكومة وطنية. هل نتكلم على واقع أم نتكلم على خيال؟ واقع أن الموضوع عبارة عن نوع من أو مجموعة تريد الحفاظ فقط على مقاعدها والاستمرار، وإن المحاولات التي تبديها أو تجريها هي محاولة مستميتة من أجل الاستماتة والاستمرار. فالسلطة ليس إلا ليس لهم نية في إنهاء الإشكال ولا حل المشاكل، وليست لهم قدرة، فقد فشلوا في الأولى ولا أعتقد أنهم يكونون جزء من الحل في الثانية. عبثا يحاولون أن يكونوا مستمرين، ولذلك يحاولون تصوير المشهد بدون على أنهم كما صوره القذافي من قبلهم، على أنهم بدونهم لا يحصل شيء، ولكن هيهات هيهات لما يوعدون. الليبيون يريدون تغييرا بحجم تضحيات الأبطال، بحجم تضحيات الذين ضحوا، بحجم التكالة وبحجم الشهداء. لا يريدون استمرارية مشهد ما بين آخذ وأخذ ورد، وما بين 40 يدورون في فلك لا يستطيع أحد أن يرى فيه رؤية أكثر من مترين للأمام. يتحاول قدر الإمكان كل منهم أن يعطي شرعية أو شرعية لتصرفاته، والواقع القانوني قولة واحدة، لا يوجد للليبيين جميعا كلمة واحدة. ليس هناك جسم شرعي في ليبيا الآن، وجميع أعمال هذه الأجزاء ليست شرعية من الناحية القانونية، وليست تصرفاتها تصرفات قانونية، وعلى المحاكم أن تتصدى لهذا. مهم أن تسود دولة القانون، لا أن تسود مجموعة تحاول أن تغير الانتصارات لأنفسها أو تحاول أن تستخدم أموال الليبيين لإلهائهم من أجل إنما حلت هذه الإشكال الاقتصادي أو حاولت. وهو لماذا هذه أموال الليبيين وأعطيتهم جزء من أموالهم؟ واقع أن الإشكال يتلوه إشكال لا يتلوه إصلاح، وعبث من يحاول أن تكون لهذه الأجسام بقية فيما بعد. يجب أن يكون هناك خارطة طريق واضحة، وأن تكون بعثة الأمم المتحدة اتخذت إجراءات سليمة، وأن يكون التمثيل تمثيلا قانونيا بالموجودين جميعا، وأن يحاول الجميع مهما كان في أن يكون الوطن فوق الجميع. وبداية ونهاية لا مجال لإبقاء هذه الأجسام الميتة. طيب دكتور إسماعيل، يعني من خلال التحليلات ومن خلال بعض آراء المختصين في السياسة، هناك من يقول بأن الإدارة الأمريكية حاليا أمام الملف الليبي تسعى إلى إيجاد طرف واحد يتم التعامل من خلاله مع الملف الليبي، وهذا ربما قد يفهم حتى من طبيعة التيارات التي يحاولون جمعها في هذا الملتقى. هل يصح هذا التصور أم لا دكتور؟ أعتقد
أعتقد جازما بأن الليبيين يجب أن يقال كلمة واحدة، ولدوا أحرارا ويجب أن يحافظوا على استقلالهم وبلدهم مهما كان إرادة الولايات المتحدة، إرادة الغرب، إرادة غيرها، تلك إرادات دولهم فليطبقوها على شعوبهم. الليبيون عندما ساعدهم الغرب من أجل التخلص من دكتاتور لا من أجل ميلاد دكتاتور، الذين يحاولون إعادة صناعة الدكتاتور سواء من خلال حفتر أو من خلال غيره هم واهمون في السيطرة على ليبيا. ليبيا تريد حرية وعدالة وديمقراطية، الليبيون يريدون هدوءا ويريدون أن يكون هناك تسامحا، ولكن لا يريدون أن يكون هناك إرجاع للماضي. محاولات الحركات المضادة والتي تحاول قدر الإمكان إرجاع الماضي أو حاولت إقناع أن الماضي خير من الحاضر والمستقبل أسوأ من الحاضر، إذا يجب أن تحاول قدر الإمكان التمسك بالماضي، هذه عبثية لا يمكن القبول بها. هناك محاولات يائسة، ولكن هناك شعب ناضل ويناضل من أجل أن يكون حرا وأن يكون أيضا مشروعه ديمقراطيا واقعيا. الليبيون جميعا ضد الإرهاب ويجب أن يحاربوه بكل قوة، ولكن يجب أن يقال أن ليبيا أيضا ساعية من أجل أن يكون لها استقرار. لماذا المراحل المتنقلة؟ نحن نتكلم على مرحلة تتلوها مرحلة تتلوها مرحلة، ما هذه؟ إنها هم نوع من المؤامرة من الموجودين على المقاعد حاليا من برلمان ومجال الثلاث. هؤلاء لا يريدون استقرارا، والبعثة إلى الآن رؤيتها ضبابية ولا توجد خارطة للانتهاء هذه المرحلة. هذا نفق مضمن ولا يمكن إضاءته إلا من خلال إرادة الشعب الليبي ومن خلال الرجوع إليه ومن خلال خارطة طريق تكون أوضح من الوضوح من أجل ليبيا ومن أجل الوطن. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود إسماعيل، الخبير في الشؤون القانونية والسياسية، كنت معي عبر الهاتف.